أنا من الناس اللي انقهر على أستاذ أحمد، يعني انقهر مو يعني متعاطف وياه، لأن صار الجولتش مال وزارة الكهرباء. زين، يعني ايش يصير؟ ماك شغل، هو شايل الموضوع على عاتقه. ناس تشتغل ليل ونهار، ناس تشتغل صح صح. كل انا ما اعلن التعاطف وياه، والله صحيح صح. انا اعلن التعاطف وياه، صح. انا اسمع الكلام، بس اكو ناس انا اسمع الكلام القاسي اللي ينقال على جنابك، لذلك قلت لك انا احط جواب. لا لا استاذ احمد، لا انت اليوم يحكمك شعب ويحكمك راي عام ويحكمك مجتمع انت عايش. اكو ناس تحكي عليه واكو ناس تحكي. بس خليني اكمل بلا زحمه عليك، انا اريد اكمل لك. انت قبل شويه قلت ليش كل الامور تعصب براس وزاره الكهرباء؟ وزاره الكهرباء تعتبر الحي العصب الحي للبلد. صحيح، انا ما جبرتك تلزمها، اطلع من هذا انت مو قدها. صحيح، بس انت ما لازمها وظل تبرر لي ليش تدبها براسي. هسه شنو التبرير؟ انا لا خليني اكمل. سوين التبرير؟ خليني اكمل. انا ما جابرك على الكباريه، اطلع منها، روح اقعد ببيتك وعوف لغيرك، خلي غيرك يتحمل المسؤوليه. أوكي.